الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم في دردشة جديدة مع غدا. مساء الخير يا غدا. مساء الخير يا غدا. مساء الخير أعزائي المشاهدين، ودردشة جديدة ودردشة مع غدا. الدردشة النهاردة الحقيقة فيها كذا موضوع هنتكلم فيه، لكن طبعا هنبتدي الأول بأول موضوع اللي كلنا بنتكلم فيه من امبارح، وهو طبعا ارتفاع سعر تذكرة المترو أو مترو الأنفاق. طبعا كل الناس بتتكلم على إن ارتفاع التذكرة ده هيأثر تأثير سلبي جدا طبعا على الناس، لأنه يعني بيقال ان اللي بيركبوا مترو الانفاق يعني بيبقوا الغلابه، او اللي ما بيقدرش يدفع طبعا اسعار التاكسي العاليه او حاجات زي كده. فكان المفروض ان هي سعرها طبعا ارخص، واعتقد ان هو كان سعر موحد على التذاكر كلها سواء ايا كان المنطقه اللي هو رايحها. لكن اللي سمعناه طبعا ان هي هتغلى وهيبقى ليها تقسيمه معينه. المفروض ان مترو الانفاق اللي بيستخدمه يوميا 3 مليون شخص، ومع ذلك قدرة الخسائر بتاعته ب 250 مليون جنيه. طبعا كمان هو الديون الحقيقة بتاعت مترو الأنفاق وصلت ان هي بقت نص مليار جنيه. وطبعا كل المشكلات دي أدت الى عدم تحديث اي حاجة في المترو، وان الخط الاول بقاله 30 سنة ما حصلش فيه اي تحديث، وطبعا ولذلك بيحصل فيه اعطال كتير ومحدش قادر يعمل الصيانة كما ينبغي، والمفروض ان الناس بتتعرض فيه الازمات. لكن هل الكلام ده منطقي؟ الكلام ده ايه سببه؟ هيعمل ايه؟ هنستفيد منه ايه؟ ايه ممكن هيفيدنا في ايه عبر موضوع المترو ده، او ايه الخطه بتاعته يعني؟ طبعا كده هو الخطه بتستهدف طبعا تقليل الخسائر. طبعا لما بنقلل الخسائر بيبقى في فلوس موجوده، بنبتدي نحدث نطور نعمل الصيانه المظبوطه في مواعيدها المظبوطه. ده طبعا بيؤدي في الاخر الى انه زمن التقاطر اللي هو المسافه بين كل قطر وقطر هتقل، يعني بدل ما القطر بيجي بعديه قطر تاني مثلا بعد 5 دقائق او 7 دقائق او 10 دقائق في بعض الاحيان، انه الوقت هيقل، يعني ممكن يبقى 3 دقائق 4 دقائق. ده بالتالي هيؤدي الى تخفيف الكثافة أو تخفيف الزحام، وتخفيف طبعا على المواطنين، طبعا رفع درجة الأمان في عناصر آمنة أو حاجات بتضاف لتكنولوجيا المترو عند التحديث والتطوير والماكينات الجديدة اللي بتدخل الخدمة، بتؤدي إلى عدم حدوث مشكلات فنية أو وقوع حوادث مثلا لا قدر الله، أنه المترو حتى ممكن يعطل، ممكن يحصل زي ما بنشوف في بعض الأحيان تصادم غير مقصود بسبب مشاكل فنية وتكنولوجية. طبعا الخط الأول اللي هو بقاله 30 سنة اللي بدأت طبعا القطارات بتاعته تبقى غير صالحة مثلا للاستخدام، طبعا احنا بنشوف برضو استخدامنا مش كويس أو مش مواكب للتحضر المطلوب للتعامل مع مثل هذه الأجهزة. لكن بنلاقي بعد فترة معينة بنلاقي القطارات بتبتدي تتهالك ومحتاجة فعلا لفلوس وصيانة وما إلى ذلك. خط المترو الأول اللي هو المفروض بطول 44 كيلو متر وبيخدم 35 محطة، طبعا ده محتاج لصيانة فورية عاجلة، ويكون انه المرفق مترو الأنفاق بيخسر الخسائر الفادحة دي، طبعا ميزانية الدولة أكيد مش هتتحمل حاجة أكتر من كده. فأنا شايف أنه منطقي أنه ممكن هو يمكن منطقي، لأنه فعلا يعني لما كان سعر التذكرة موحد كان صعب أنه فعلا يعني، أو الحقيقة أنه يركب من أول الخط لآخره مثلا، مش زي اللي هيركب محطتين ثلاثة وينزل، مش زي اللي هينزل في نص الطول يعني اللي هو رايحه أو خط المترو الأول. يعني احنا هنشوف ان النظام الجديد مثلا المفروض ان هو هيقسم خطوط المترو لمحطات، بحيث تكون كل عدد محطات بتمثل تذكرة معينة. يعني التذاكر طبعا هتبتدي اعتقد انه 8 محطات او 9 محطات الاولانيين ب 3 جنيه وهتتدرج لغاية لما توصل اقصى حاجة هتكون 7 جنيه، ده اعتقد ان هو لو عدى 16 محطة تقريبا او عدى عدد كبير. المفروض ان النظام الجديد ده طبعا هيشمل تقسيم كل خط من خطوط المترو لثلاث مناطق، كل منطقة ليها سعر معين. يعني معنى كده انه فعليا هنا منطقي شوية ان يكون اللي هيركب ثلاث اربع محطات، مش زي اللي هيركب 10، مش زي اللي هيركب للاخر. اعتقد انه لغاية هنا كده ماشي معقول، ولو ان يعني طبعا هي الناس بتحسبها انه طب لو اسرة هيصرف كام رايح هيصرف كام جاي، لكن طبعا هي منطقيا لا فعلا هو المفروض مش كل الناس تتحاسب زي بعضها. ممكن النظام الجديد فيه ايه تاني جديد يعني؟
يا غدا، زي ما انت قلت فعلا هي هتبقى مناطق. في مثلا عندنا المنطقه الاولى اللي هي هتبقى من محطه الى 9 محطات، ودي هتبقى سعر التذكره فيها 3 جنيه اللي هي التذكره الكامله، و2 جنيه لنصف تذكره. المنطقه الثانيه هتبقى من 9 محطات ل 16 محطه، هيبقى سعر التذكره فيها 5 جنيه ونص تذكره، هتبقى ب 4 جنيه. المنطقه الثالثه هتبقى اكتر من 16 محطه، وهيبقى سعر التذكره فيها 7 جنيه، والتذكره اللي هي النصف تذكره هتبقى ب 6 جنيه. طبعا هو لغايه دلوقتي ما زال انه مترو الانفاق حتى بعد الزيادات اعتقد ان هو مناسب للوضع والغلاء واسعار الوقود والكلام ده. اعتقد ان هو مناسب جدا لما انا اركب 16 محطه. 16 محطه ده يعني حوالي تقريبا مثلا نص ساعه مش اقل من كده، بدون زحام، بدون اشارات مرور، بدون انه اعتقد ان هي حاجه عادله الى حد ما. كمان اللي هيركب محطه او محطتين مش زي اللي هيركب 16 محطه، مش زي اللي هيركب 30 محطه. في تفاوت طبعا في الاسعار، ولو اني شايف برضو ان هي ما زالت في الاطار. في مثلا هيتم ختم كل تذكره، التذاكر دلوقتي حاليا موجوده في ستوك تذاكر، هيتم ختم كل تذكره من اليوم، من صباح الجمعه، بالتسعيره الجديده لكل عدد محطات معين. وبعد كده هيبقى فيه لكل فئه من الفئات دي لون معين للتذكره. يعني اللي هياخد 9 محطات هيبقى له لون تذكره معينه، اللي هياخد من 9 ل 16 له لون تذكره، اكتر من 16 محطه هيبقى له لون تذكره. طبعا ده لتخفيف الحساب على الشباك وما الى ذلك. هو طبعا المفروض ان هيتم حساب عدد المحطات البوابات الكارت الذكي اللي اتركبت جديد في المتروهات، والمفروض ان البوابه الالكترونيه دي هتحدد عدد المحطات اللي هيستقلها كل راكب. يعني الكل هيعدي من البوابات الالكترونيه، وهي اللي هتحدد يعني على حسب بقى هو دخل منين وخرج منين، هتبان طبعا عدد المحطات اللي هو ركبها. المفروض انه فعليا النظام الجديد ده هيكون اكتر عداله، لانه فعلا اللي بيركب 10 دقائق من اللي اخد الخط كله من اوله لاخره. المفروض ان الزيادات، واعتقد ذوي القدرات الخاصه كمان، وبالنسبه لكبار السن، يعني الحياه يمكن هي بس هم راعوا فعلا. طبعا الطلبه ده مضطر انه يركب يوميا رايح جاي، طبعا كبار السن ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني فعلا معقول قوي ان هم ياخدوا اسعار معينه في التذاكر غير الناس اللي بالنسبه لاشتراكات الطلبه. يا عابر هتبقى هو بيتهيألي ان هي حاجه برضو في المتناول او معقوله الى حد ما. هو اشتراك الطلبه هيبقى لل 25 محطه ب 33 جنيه، وهيبقى لل 35 محطه ب 25 محطه ب 22 جنيه، وال 35 محطه ب 27 جنيه. ضم 135 جنيه، وطبعا على ان تكون 180 رحله في 3 شهور. هم مش ال 35 محطه، او انه يكون تخطى الرقم الثلاث شهور، يعني بقى له 3 شهور دافع الاشتراك. دي او دي يعني موجودين معانا. بيتهيألي ان هو مترو الانفاق فعلا اللي بنظره سريعه ومضويه عليه كده، هو فعلا ساهم مساهمه كبيره جدا في فك شفرة الزحام المروري في القاهرة. الثالث يعني إنجاز ضخم، وفعلا إنجاز يستحق إن احنا نرعاه وإن احنا نصرف عليه ونعمل له الصيانات المطلوبة ونشغل عدد المهندسين والفنيين والتكنولوجيين اللي محتاجهم المترو، بحيث انه يبقى فعلا صوره مشرفه للمواصلات في مصر. هو بس كل اللي احنا عايزينه ان فعليا بقى المفروض يعني سعر التذكره لما يزيد تبتدي الخدمه تتحسن، يبتدي فعلا يتعمل له صيانه حقيقيه، واكيد هيبان انه الناس، اكيد الناس هتقول انه فعلا الخدمه اتحسنت، عشان يكون ده موازي لمعاناه الناس ان هي هتدفع اكتر، بس في نفس الوقت ياخد خدمه مميزه او خدمه افضل. يعني يمكن احنا كده غطينا موضوع تذكرة المترو، لانه طبعا هي النهاردة اول يوم تتطبق، فاكيد كان في ناس كتير متلخبطة ومش عارفة ممكن التذكرة هتزيد على الكل ولا هتتقسم ولا كده. فاعتقد ان احنا ادينا ملخص سريع كده عن بالظبط ايه اللي هيحصل تذكرة المترو. الحقيقة برضو من ضمن الاخبار اللي احنا لقيناها
هي هو يعني الخبر المفروض ان هو موجود بقاله فتره، لكن مش ما حدش ظهره خالص، ما حدش اتكلم فيه خالص، وهو يخص طبعا رغيف العيش. اعتقد طبعا مفيش حد فينا ما بياكلش عيش، كل الناس بتاكل عيش، لكن طبعا العيش اللي احنا بناكله هو مصنع من القمح. الحقيقه في تجربه اتعملت في كفر الشيخ، المفروض ان المهندس عزت عابدين هو اللي عملها، المفروض انه هيصنع العيش من البطاطا او الشعير او الرز. صاحب الفكره طبعا قال ان الفكره دي لما تتطبق ده هيدي رغيف العيش قيمه غذائيه كبيره، وفي نفس الوقت مش هنستخدم القمح اللي احنا بنستخدمه بهذا الشكل، وانه فعليا هيمنع او يعني هيقلل جدا من عدد الامراض اللي ممكن تكون بتيجي من القمح او من اي حاجه تانية. لكن هو شايف ان البطاطا والشعير والرز ممكن يحسن شويه، كمان مش هنضطر ان احنا نستورد قمح كتير، فهنوفر ملايين من الدولارات. الحقيقه التجربه دي حصلت في محافظه كفر الشيخ في مدينه اسمها قلين، يمكن هي اول مره، او هي المدينه دي اول مره تشوف التجربه دي، ويمكن هي ما اتطبقتش فعليا في حتت تانية. ان كان يمكن في شويه بيبيعوا اللي هو الشعير او العيش المصنع من الشعير، لكن البطاطا او الرز دي اول مره يعني تبتدي تبان وتظهر فعليا وتتصنع. اعتقد ان هي فعلا ممكن يكون ليها فوائد كتير. يعني هو طبعا المفروض ان الميزه منها ان هي هتدي مواد غذائيه متعدده فعليا، لان هي هتبقى من الشعير او من البطاطا او من الرز، فحاجات تانية مختلفه عن القمح، وكمان هي هتكون خطوه للاستغناء عن القمح كليه وزراعه محاصيل بديله. المفروض ان اللواء السيد نصر اللي هو محافظ كفر الشيخ فعلا شهد مراحل انتاج رغيف الخبز بالطريقه ديت، او باستخدام الشعير والبطاطا وكسر الرز، وشاف طبعا مرحله العجن والفرد والخبز، ووصل لمرحله التسويه وخروج الرغيف بجوده عاليه. الحقيقه احنا بنتمنى ان فعلا يتطبق الكلام ده، ما يبقاش بس في محافظه كفر الشيخ، لا هو يعني يمكن هي اول محافظه تشهد تصنيع الخبز بالطريقه دي او بالمواد المختلفه، ولكن احنا الحقيقه بنتمنى ان هي تتطبق في كل مصر، لانه على الاقل حتى يكون متاح كل الانواع، فكل واحد يشوف الطعم اللي هو بيحبه ممكن يقدر ياكل منه، لانه فعلا احنا محتاجين ان احنا نقلل استيراد القمح شويه. ممكن فضل. كمان هو هذا الدكتور عزت عابدين كمان صاحب الفكره العظيمه، انا شايفها فكره عظيمه فعلا، انه القيمه الغذائيه، غير ان القيمه الغذائيه عاليه جدا لرغيف الخبز اللي هو مصنع من البطاطا والشعير والارز اعلى من القمح، قال كمان انه كل 100 كيلو شعير ممكن يدينا 40 كيلو دقيق، وبعد تقشيره هنستفيد منه في انتاج العلف الحيواني. يعني بصراحه الفكره كلها مفيده جدا، وهنستفيد منها في كذا اتجاه. قال كمان انه الاعتماد عليه هيوفر حوالي 60% او 65% من احتياج مصر للقمح. قال كمان ان البطاطا بتتزرع في الاماكن او المناطق الصحراويه او الرمليه، وما بتحتاجش لميه كتير لسقايتها، يعني حتى هيبقى في توفير عالي للميه في انتاج المحاصيل المستخدمه في الرغيف اللي عايزين نعمله. قال كمان انه انتاجيه الفدان بتبقى حوالي 20 طن، بينما طبعا احنا عارفين كلنا انه انتاجيه الفدان من القمح اعلى حاجه بتوصل ل 2.5 طن الفدان، فطبعا في فرق كبير جدا، في فرق شاسع جدا بين الانتاجيه. قال كمان انه زراعه البطاطا يعني فتره الزراعه بالحصاد بتاخد 3 شهور، بينما القمح بيقعد 6 شهور. طبعا في فروقات كبيره جدا، سواء في استخدام ارض معينه، في استخدام الميه، حتى في استخدام بعد كده الناتج من الشعير ان انا ادخله في انتاج العلف الحيواني. كمان القيمه الغذائيه عاليه جدا، كمان ان انا هوفر الاستيراد القمح بالشكل المهول اللي احنا شايفينه، هوفر رغيف العيش بجوده عاليه وبمنتجات بديله للقمح، ودي حاجه هايله يعني. كمان قال اتكلم عن اعتمادنا على الرغيف. هو قال كمان ان في فوائد، في فوائد، في فوائد صحيه طبيه كمان. يعني هو قال انه بالنسبه للقمح مثلا، القمح ممكن يسبب اصابه بعض الناس بالسكر، لانه في حاجات فيه او بروتينات بتترسب على جدران الخليه وبتمنع دخول الجلوكوز اللي هو اصابه السكر، يعني ممكن حد يجيله مرض السكر من استخدام القمح طبعا بيبقى بشكل يومي.
كمان هو قال انه احيانا في بعض امراض من القلب والشرايين بتتاثر بيه، لكن هو شايف ان بروتين الرز متزن ما بيعملش اي اصابات او اي مشاكل لحد. كمان هو قال ان الشعير فيه ماده الجلوكان، وهي ماده بتطلي الانسجه والمواد يعني القناه الهضميه، وبتقي من التقرحات. هو الحقيقه شايف ان الشعير والبطاطا والرز ممكن يكون تاثيرهم الصحي افضل من القمح، وهو قال كمان ان هم فيهم فيتامين اي. لكن طبعا هو ما فيش شك انه على حسب توقعاته انه هتحصل، يعني مش كل الناس هتكون موافقه على كده، لانه هو قال ان في حرب ممكن تحصل من مافيا الناس اللي بتستورد القمح، لانه طبعا هم كده هيتاثروا جدا. وهو ليه حق بتهيألي يا عابر في الحته دي، انه فعليا الناس اللي بتستورد القمح مش هتكون موافقه بكده، لانه هم هيتضروا جدا، يعني مستوردي القمح طبعا هيتضروا جدا من حاجه زي كده. ولو فعلا انتشرت، ولو طعم الحاجات دي فعلا كان حلو والناس استصاغته، طيب يعني الناس اللي بتستورد القمح دي هتروح فين؟ اعتقد هو ليه حق برضه. طبعا هو ليه حق، في تخوف دائم من انه في حسابات القوى والمافيا في مصر طبعا متداخله في حاجات كتير جدا، وشفناها في الكثير من السلع والمواد الغذائيه الاساسيه، انه بيحصل ازمه في السوق وبعدين تنفرج وبعدين يتدخل جهات عليا في حل الازمه وما الى ذلك، شفناها قبل كده في السكر والرز والزيت. لكن طبعا نتمنى انه فكر زي دي يحصل عليها اهتمام، لان دي حاجه قوميه، مشروع قومي. احنا اتكلمنا قبل كده في موضوع الرز وانه في غرامات نزلت على المزارعين اللي هيبقى في مناطق معينه هيمنع فيها زراعه الارز لتقليل استهلاك الميه، وتخوفنا برضو ان يكون بعض القرارات لصالح مستوردين او ناس معينه. لكن موضوع القمح ده اعتقد انه حاجه قوميه، رغيف العيش ده امن قومي، رغيف العيش، وان احنا وصلنا في الاخر في السنين الاخيره ان احنا بنستورده من بلاد زي روسيا والسعوديه، ودي كانت حاجه سيئه جدا. هو قال انه عرض الفكره دي مرتين، مره اولى بحضور المهندسه جيهان مسعود رئيس مركز ومدينه كلين في كفر الشيخ، والمهندس عماد حبيب وكيل وزاره التموين، وان الفكره ماتت او ما لقتش صدى او ترحيب او رعايه او معاونه ايا كان. والمرة التانية اللي تم عرضها الاسبوع اللي فات بحضور السيد اللواء السيد نصر اللي هو محافظ كفر الشيخ وعدد من النواب، يعني الراجل عرض فكرته قبل كده والناس شافتها. وطبعا الفكرة يعني احنا ما نفهمش تفصيليا في الكلام ده، لكن الفكرة هايلة، كفاية ان انا هتحقق لي وفر شديد جدا في منتج القمح، وهعتمد على محاصيل تانية جدا ممكن اصنع منها رغيف بجودة عالية. طب ايه المشكلة ما اجربها واشوف؟ محافظ كفر الشيخ وعد بانه هيشوف جدواها الاقتصادية، اعتقد انه احنا كمان لازم نرعى ونهتم بموضوع زي كده، لانه هو البحث العلمي برضو كنا ناقشنا قبل كده انه لما بيحصل مشكلة او ازمة كبيرة هو البحث العلمي منوط بالموضوع ده، انه انا لما يكون عندي مشكلة او مش عارف اتصرف بحاجة ببتدي اشوف حلول وافكار بديلة، بعمل منهج بحث وابتدي اعمل افكار واجرب وبتنجح الفكرة خلاص تمام. هو ده البحث العلمي. فكرة زي دي يعني اعتقد انه اي دولة ممكن تتهافت ان هي تاخدها وتطبقها عندها. هو فعلا كمان مش بس فكرة ان احنا نوفر القمح، لا هو فعلا فكرة ان احنا ممكن نستفيد بالحاجات التانية، يعني زي البطاطا او الشعير او كسر الرز او كده، هي فعلا فيها فيتامينز تانية مطلوبة للجسم، واعتقد ان هي يعني عادي جدا ان يكون كل الاطعمة، يعني يبقى الخبز باطعمة مختلفة وكل واحد يختار النوع اللي هو عايزه بيحب ياكله، وانه فعلا ياخد الفايده المطلوبه منه. يعني هو احنا فعلا مش لازم يكون ما بتستخدمش غير القمح بس، لا يعني كل مدى في حاجات جديده بتظهر، حتى في حاجات كتير يعني بتتباع باطعم مختلفه، فشيء طبيعي ان يكون العيش كمان ممكن يكون ليه يعني كذا طعم مختلف. طبعا يعني طبعا، وبعدين استخدام اراضي زراعيه وتقليل ميه بالظبط، وطبعا ده كل ده كل دي فوائد، حتى ناتج الشعير اللي هيخش في صناعه معينه، قشر البطاطا، الفائده الغذائيه العاليه. يعني انا شايف انه احنا فعلا لازم نهتم بالكلام ده، بس يعني نتمنى الحقيقه ان هو الراجل يعني يقدر يحقق طبعاً فعلا فكرته وتوصل في كل حته. يعني طبعا احنا ان شاء الله داخلين على رمضان باذن الله، الحلقه الجايه ان شاء الله هيكون رمضان ابتدى، هيكون يوم 2 رمضان ان شاء الله. طبعا هننوه على ميعاد البرنامج في اخر الحلقه ان شاء الله، يعني هو تقريبا هيبقى الساعه 10 ان شاء الله يوم الجمعه، يعني احنا هنبقى في ميعادنا ان شاء الله يوم الجمعه، وهتبقى الساعه 10
لان احمد المخرج هو بيأكد لي انه الميعاد ان شاء الله هيبقى يوم الجمعة الساعة 10، فاحنا ميعادنا ان شاء الله من الجمعة الجاية هيبقى بداية رمضان. كل سنة وكل الأمة الإسلامية بخير ان شاء الله، وكل مصر طيبة. احنا هيبقى ميعادنا ان شاء الله الجمعة الجاية الساعة 10. طبعا باعتبار ان احنا رمضان هتكتر جدا البرامج الدينية، هتكتر جدا الفتاوي، هنسمع كمية فتاوى الحقيقة لا حصر لها. طبعا معرفش ليه الحقيقة الناس بتستخدم رمضان بتتهيأ لها انه طالما رمضان جه فاحنا لازم نزود في عدد البرامج الدينية. طبعا دي حاجة كويسة جدا، ولكن في فتاوي احيانا بتبقى الحقيقة ما بتعملش اي حاجة غير ان هي بتبقى بتعمل لغط جامد جدا ما بين الناس. الناس كلها بتبقى مستغربة، في كلام كتير جدا بنسمعه يمكن اول مرة بنسمعه، لانه الناس كل واحد بيحاول يجتهد، بيحاول يطلع فتوى بشكل مختلف. في منهم بيقول لا دي مش فتاوي، ده احنا بس مجرد احنا بنتناقش وبنقول وبنعمل. احيانا مش كل الناس بتفهم ان انت طالع في البرنامج بتناقش، لا انت طالع بتقول رأي او بتقول فتوى. في ناس ممكن تاخد برأيك، مش كل الناس متعمقة في الدين، مش كل الناس تقدر تفهم اذا كان هنا الشيخ ده بيقول رأي بس بيعرضه، ولا هو بيقول فتوى يجوز استخدامها. الحقيقة احنا بنتمنى من كل المشايخ اللي ربنا هيقدرهم ان شاء الله ويطلعوا في رمضان في برامج، وحتى اللي مش مشايخ يا ريت يا جماعة قبل ما نقول اي فتوى نتأكد منها 100%. واعتقد ان احنا المفروض ان كله يكون من دار الفتوى اللي تبع الازهر، لكن مش اي حد يطلع يقول اي كلام لانه ده بيعمل مشاكل جامد جدا. يعني احنا بنقول الكلام ده لانه الحقيقة يعني الاسبوع اللي فات كان الشيخ خالد الجندي في البرنامج بتاعه لعلهم يفقهون طلع الحقيقة وكان ليه رأي معين في حاجة معينة. يعني هو بعد كده وضح، طبعا احنا هنعرف منها كابر ايه اللي حصل بالظبط في الحلقة ديت، لكن احنا طبعا يعني انا الحقيقة بهيب بالشيخ خالد الجندي وغيره، انه خليك يعني حريص جدا في كل كلمة بتتقال، لانه احيانا الناس ما بتبقاش فاهمة ان ده رأي او ده حاجة للدراسة او الكلام ده كله، او اجتهاد منك انت شخصيا او اجتهاد من اي حد تاني. في ناس بتفهمها ان هي دي فتوى وبياخد بيها، وخصوصا لو كانت جاية على هواه. فارجو الحقيقة ان احنا كل البرامج يعني ما تقولش اي حاجة الا اذا كان متأكد منها 100%، وكون طبعا استناده فيها للقرآن الكريم والحديث الشريف، وطبعا الاحاديث اللي هي القوية مش الاحاديث. طبعا احنا عارفين ان احيانا بيبقى فيها احاديث ضعيفة، فاتمنى الحقيقة ان احنا نعرف فعليا الحاجة المظبوطة 100%، ومحدش يقول حاجة في الفتوى الا لو متأكد منها. طبعا الحال اللي حصل في البرنامج احنا حابين نعرفه منك. انا عايز برضو اقول ان هو الشيخ خالد هو اكد انه البرنامج دي مش فتوى، او البرنامج ليس للفتوى، برضو للنقل الموضوعي والامانة، انه اكد انه هو للتعلم والفقه، انه يناقش وينقل بموضوعية اراء الأئمة في موضوع ما، او يعني المهم ان هو تحدث عن موضوع النسيان في الصوم، وان الصوم النسيان من الاشياء التي لا تبطل الصوم، وتطرق لموضوع العلاقة الزوجية بين الرجل وزوجته، يعني انه لو حصل سهوا او نسيانا انه ممكن يكمل الصيام ولا يوجب ذلك قضاء او كفارة. طبعا الدنيا اتكلمت بقى، والدنيا هاصت، والناس ليه ومش ليه ومش عارف ايه والكلام. احنا طبعا عارفين انه الحالات اللي بيرتكب فيها الاسم او الذنب اما بيبقى عن تعمد او جهل او مكره او مخطئ او ناسي، يعني هي دي الحالات الخمس حالات اللي بيتم فيها ارتكاب ذنب او اسم ما في اي شيء يخص الدين او ما الى ذلك. يعني فطبعا النسيان رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه، طبعا استند الى الموضوع ده. يعني انا شايف انه مواضيع الفتاوى اللي بتتعلق دايما بالمواضيع العلاقه الزوجيه او الرجاله او الستات او الزواج او الطلاق او الكلام ده، يعني مش عارف احنا ليه مركزين جدا في المواضيع دي بشكل مستفز جدا. هل ده لانه بيعمل
لغط والناس بتتكلم كتير وبيعمل مشاهدات ولا ايه الموضوع؟ ولا هو احنا مهتمين في جزئيه معينه مفيش في الدين؟ يعني انا اتوقع ان احنا داخلين شهر رمضان ان احنا نتكلم في العباده وعدم الكسل، وانه رمضان شهر عمل وعباده، وانه الناس تتكلم في الصلاه، في الانتاج، في صله الرحم، في حب لاخيك كما تحب لنفسك، ان احنا نركز على المعاملات وعلى العبادات وما ينفع مجتمعنا، لانه في بعض المواضيع اصلا بتبقى مسار جدل وحاجات بتبقى ثوابت عندنا في الدين، وبتبقى خلاص نشأنا عليها وتربينا عليها ويمكن ورثناها وبقت من عاداتنا وتقاليدنا. يعني في موضوع زي ده ازاي بالله عليكم ازاي اكون ناسي؟ يعني ازاي واحد يكون ناسي في نهار رمضان ويرتكب حاجه زي كده وهو ناسي؟ يعني ناسي كل ناسي شرب، لكن يعني يعمل علاقه زوجيه وهو ناسي ان هو في نهار رمضان؟ يعني اعتقد ان ده تسهيل مستفز جدا ل ما عشان كده احنا بنقول ان هو يعني اي واحد هيطلع فتوى لا لازم او مش هيطلع فتوى، يعني احيانا في مواضيع هي مش قابله للنقاش، لانه احنا عندنا في ناس كتير فعليا هي ما تعرفش، يعني ممكن يسمع الكلمتين دول هو بقى ما هوش عارف ان دي حلقه للنقاش وان ده مجرد انه امر كده هما بياخدوا راي بعض فيه وبيحكوا وبعدين في الاخر هيقولوا لا ما ينفعش. لا هو في ناس او في ناس زي ما انت بتقول هو ممكن يستسهل او يحب انه يتكلم خلاص هو حب الموضوع ده لانه كمان لا يوجب قضاء ولا كفاره، يعني هو نسي، يعني الراجل نسي يعني عمل. فيعني فعلا احنا نتمنى من علمائنا الاجلاء ومن يطرح فكره او ينقل راي احد الائمه انه يراعي الظروف المناسبه ويراعي الفئه اللي بتحدث معاها، ويا ريت نبعد عن المواضيع الثوابت اللي الناس عارفاها من قديم الازل. مش عارف يعني اقول ايه بصراحه، انا مش هطول في الموضوع ده لانه هو الموضوع بصراحه موضوع دايما ان احنا الدين في تركيز دايما مستفز على المواضيع دي بالذات، ما اعرفش ليه. يعني هل احنا خلصنا كل المواضيع اللي تفيدنا في اخلاقنا وفي علاقاتنا وفي عملنا وفي انتاجنا وفي شغلنا وفي عباداتنا، وفضلنا بس لمواضيع الزواج المبكر والبنت تتجوز امتى والطلاق والعلاقه الزوجيه يعني اعتقد ان احنا كفايه كده. يمكن هم يعني احيانا بيتكلموا في المواضيع دي لان المواضيع دي طبعا بتبقى محببه لبعض الناس، او هي فعلا بتعمل لهم شهرة معينة او بتعمل طبعا عدد فيديوهات مشاهدة عالية جدا، لكن احنا ما عندناش مشكلة ان احنا نناقش كل امورنا فعلا، لكن في الاخر ما يعني نتكلم في حاجات يعني كتير تانية جدا موجودة ممكن نتكلم فيها، وكمان نكون متوخيين الحذر جدا في اصدار اي فتوى، ونوضح ان ده يا جماعة للعلم وليس للفتوى، لان احنا فعلا يعني احنا تاني بنعيد وبنكرر مش اي برامج نتفرج عليها وناخد بالكلام ده ان هو فتاوي خلاص محققة، لا احنا لازم يعني قبل ما نسمع اي حاجة نرجع فعلا للقرآن، نرجع للحديث، نرجع للسنة بتاعتنا، ونشوف فعلا ايه اللي موجود صح وايه اللي موجود غلط، لانه مش اي كلام ينفع ننفذه الحقيقة. وبعدين فعلا احنا عندنا في الدين يعني بتهيألي مجال كبير جدا ممكن نتكلم فيه، فنتمنى الحقيقة ان احنا نسمع الحاجات اللي هي الايجابيات اللي تخلي شبابنا يتجه للدين بالطريقة الصحيحة بالفهم الصحيح، ويبعد عن اي حاجة تانية، ما نبقاش مصار ان الناس كمان احيانا الشباب بيقعدوا ياخدوا الكلام ده ويتريقوا ويهزروا ويعملوا. لا اعتقد ان احنا طبعا يعني احنا الدين الحقيقة عندنا دين جميل ودين سامح وفي علاقات وفي عبادات جميلة جدا، يا ريت ان احنا نعرفها لاولادنا بدل ما مجرد ان احنا نقعد نتكلم اي كلام. لا احنا بس لو عرفناهم بتهيألي الايجابيات دي بتهيألي عبر هيبقى شبابنا احسن كتير وحالتنا هتتحسن كتير، بس نتكلم في الكلام المفيد فعلا اللي هو زي ما عابر قال كده العمل وحب لاخيك ما تحب لنفسك وصله الرحم، ونتكلم في حاجات الافيد الحقيقه. يعني احنا طبعا هنبتدي السباق الرمضاني اللي هيبتدي ان شاء الله باذن الله يكون الخميس باذن الله اول يوم رمضان، كمان بنتمنى ان مسلسلاتنا ان شاء الله تبقى في شكل احسن من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت احنا انتقدنا برامج كتير كانت سيئه وللاسف ان في منها مازال مستمر، كمان انتقدنا عدد من المسلسلات كانت الحقيقه غير مناسبه على الاطلاق ان هي ممكن تكون في شهر فضيل زي اللي احنا فيه،
لكن بنتمنى الحقيقه ان السنه دي يكون المسلسلات بشكل افضل، ما يبقاش فيها كميه القتل وكميه الحاجات الغريبه اللي احنا بنشوفها وكميه الاباحيه للاسف اللي احنا بنشوفها. نتمنى ان شاء الله ان احنا نقضي رمضان السنه دي بشكل افضل، يكون يعني الحاجات المسلسلات والبرامج تكون افضل، تدي شبابنا يعني مثال احسن، تدينا شكل ايجابي اكتر، ما طلعناش بشكل وحش قوي، ما طلعش الشباب وبلده ودنيته وحكايته ورؤيته كله وحش، لا نتمنى الحقيقه ان احنا نشوف شكلنا بشكل احسن وافضل. ربنا يسهل ان شاء الله ونشوف بلدنا احسن ان شاء الله. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني ان شاء الله مع حسام. اعزائي المشاهدين بعد الفاصل، طبعا معانا حسام النهارده. اقول لك مساء الخير يا حسام. مساء الخير يا كابتن. بس قبل ما تبتدي كلام طبعا هنقول كابتن حسام غالي، هو طبعا النهارده مفروض ماتش الاعتزال بتاعه، يعني اديت كل الناس كانت بتحبك، ربنا يوفقك في حياتك الجديده ان شاء الله، اكيد هتوحشنا ان احنا نشوفك في الملاعب، لكن ربنا يوفقك في حياتك الجديده. يلا حسام قول لنا بقى جايب لنا ايه النهارده معاك. موضوع النهارده هو عباره عن احصائيه، 60% من مشاهدي مباريات كرة القدم في مصر كلهم مش بيتفرجوا على الدوري المصري او على المسابقات المصرية لكرة القدم. عشان الاحصائية دي تتم شوية فقعدنا كده نبحث ونشوف الاسباب كلها ايه. مصر كلها او كرة القدم المصرية بكل بطولاتها كلها سواء كانت دوري او كاس او سوبر كلها تفتقد او فيها عندي مجموعة من السلبيات. لو هنبص كده على السلبيات كلها هنلاقي من اول السلبية عندنا هو الجمهور. طبعا غياب الجمهور عليه عامل ضخم جدا وعامل كبير قوي لكل طبعا من المشاهد ومن اللعيبه المدربين الفرق نفسها. لما يكون في جمهور موجود طبعا مختلف خالص عن الجمهور اللي ما يكونش موجود، طبعا دي حاجه كبيره قوي. بس احنا عشان يعني السلبيه في الجمهور هو وجوده ولا عدم وجوده؟ يعني الاثنين. الاثنين فعلا صح كده. لا الاثنين، بس طبعا لا وجود الجمهور طبعا بالاخلاق الرياضيه المعروفه بعدم التعصب بالتهذيب النفسي طبعا ده حاجه مهمه جدا عند الناس كلها. الجمهور طبعا زي ما قلنا قبل كده هو عصب الملعب او هو عصب الرياضه نفسها. اللاعب طبعا بيكون مختلف خالص عن وجوده لما يكون بيلعب لوحده او وجود ناس وراه بتشجعه او بتبص عليه، طبعا بيكون عليه عامل ضخم جدا نفسي في ادائه سواء كان بالسلب او بالايجاب. تاني حاجه من ضمن السلبيات كان عندنا الامكانيات. في طبعا تفاوت بشع جدا عندنا في الدوري المصري او في كره القدم المصريه، هنلاقي ان في فرق فوق خالص في امكانياتها وفرق تحت خالص ميتة. طبعا سوء توزيع من الامكانيات، الرعاة او الناس اللي هم المعلنين او الناس اللي بتمول الحاجات دي كلها، في ناس منهم بيتجهوا الناس الكبيره او الفرق الكبيره اسماعيلي او اهلي زمالك، الناس دي كلها بيروحوا عندهم ويعملوا اعلانات عندهم، وفي فرق تانية مش متشافه اصلا خالص، فبالتالي كل اللعيبه كلهم تفكيرهم منصب نحو الفرق الكبيره دي او عايزين يوصلوا لغايه الفريق الكبير عشان يعني الشهره الفلوس الحاجات دي كلها. طيب بس دي حسام يعني اوكي دي سلبيه موجوده، بس يعني تتحل ازاي او يعني المشكله جايه منين؟ يعني هل فعلا الانديه دي عندها عناصر جذب مثلا او ولا الرعاه بيروحوا لها ليه، او ليه التركيز على بعض الانديه دون الاخرى؟ يعني هو اكيد الراعي بيدور على مصلحته، هو بيدور على النادي اللي هو الكبير اللي ليه شهره اللي عنده جماهير كتير الناس كلها تتفرج على الماتش بتاعه. هو طبعا الرعاه يعني مش كلهم واحد، في برضه زي ما قلنا في فرق كبيره فرق صغيره، في برضه راعي كبير وفي راعي صغير، مش هينفع مثلا واحد مثال صغير مثلا هو لسه راعي بتاع حاجه صغيره جدا او هو صاحب شركه صغيره هيروح يرعى سبونسر النادي الاهلي، طبعا مش موجود الكلام ده كله. لا في دلوقتي كمان يعني او هو نفر الناس كلها حتى لو هو صغير مش بيروح خالص للفرقه دي، يا اما اروح انا ارعى الفرقه دي ليه؟ بتاعت ايه بالظبط هو؟ فبالتالي اصبح عندي دلوقتي في احتقار شويه في الامكانيات او قله موارد كبيره جدا عند الفرق الصغيره. النقطه الاهم طبعا والمحور بتاع النهارده
هو اتحاد الكره دي نقطه لازم نحط عليها 50 خط عندنا في السلبيات اللي موجوده. اتحاد الكره طبعا هو عباره عن الاب او هو القائد اللي موجود اللي بيوزع كل حاجه حوالين الفرقه دي كلها. اتحاد الكره هو اللي بيسيطر او هو اللي بيتحكم في كل مجريات الحياه كلها بالنسبه لكره القدم. هو اللي بيقدر يوزع ده، هو اللي بيأجل الماتش ده، هو اللي بيجيب الحكم ده، فبالتالي هو اللي بيكون عليه عامل كبير جدا. اتحاد الكره عندنا عليه كتير جدا من علامات الاستفهام. موقفين بس يتلخصوا عندنا هو اللي نعرف فيهم اتحاد الكره وايه هي مواقفه بالظبط. اول موقف احنا حكيناه في الحلقه اللي فاتت هو موقف محمد صلاح، وازاي ان لعيب زي دوت قدر ان هو او اتحاد الكوره طبعا بغفله منه او بسهو منه استغله بالطريقه الخطا او بصوره مش كويسه. طبعا الموقف ده ادى الى تاثير نفسي سيء جدا على محمد صلاح. التاثير دوت خلى محمد صلاح يبقى عنده حاله اسمها الصيام التهديفي لمده 3 مباريات. محمد صلاح بقى 3 ماتشات ما جابش جوان. يعني ممكن يكون هو نفسيا متاثر مثلا حسام بالموضوع ده فاثر عليه بشكل سلبي. طبعا تاثير كبير جدا لما يكون الناس كلها عماله تحاربه من كل الجهات، بلدك نفسها الناس القائمين على الكره فيها بيحاربوك، هو عنده حاجه وحشه جدا او حاجه طبعا سواء بقى الحرب دي عن طريق يعني عمد او غير عمد ايا كان عندنا الشكل عامل ازاي، بس هو دلوقتي بقى في عندنا حاله من عدم الاستقرار النفسي لمحمد صلاح، وده طبعا بيأثر عليه في حاجات ثانيه. ومحمد صلاح في الاخر هو لما بيمثل بيمثل مين؟ مصر، بيمثل هو اتحاد الكوره بمعنى صح. فبالتالي ده موقف صعب جدا، ما ينفعش ان هو يتغفر لاتحاد الكوره او يتنسى لاتحاد الكوره. لا وخصوصا انه داخل على كاس العالم وداخل على انه المفروض ياخد طاقات ايجابيه جامده جدا من ويبقى فعلا عايز يمثل مصر تمثيل مشرف ويبقى حابب الوضع وحابب المنتخب، يعني هو داخل على فتره بيحتاج فيها دعم نفسي كويس جدا بتاعي. طبعا طبعا مهم جدا. وهو فعلا كان واضح جدا انه الموضوع بتاع كابتن محمد صلاح ان هو افتعال ازمه، يعني حاجه كده ملهاش اي لازمه في موقف غريب بالشكل طلعت منه مشكله كبيره جدا. لكن هل تعتقد حسام انه اتحاد الكره هو فعلا انا بيتهيألي انه بيخضع برضه لوزاره الشباب او يعني في جهه رقابيه اكيد بتهيمن عليه او ممكن تتدخل في بعض القرارات، لكن في مشكله محمد صلاح حتى احنا حسينا ان في سلبيه او في يعني ترهل في الحركه واتخاذ القرار في الوقت المناسب الى ان تدخل الرئيس السيسي يعني. فموضوع اتحاد الكره ده من زمان ايه مشكلته؟ يعني ايه مشكلته؟ هل المحسوبيه بتلعب دور كبير فيه؟ يعني هو الانتماءات، هو الانتماءات عندنا كل واحد منتمي لكيان معين، هو بيعمل للكيان ده مش بيعمل لمكانه هو. انا ماسك مدير في مكان معين انا بعمل لكل مصلحه الناس كلها اللي حواليا، بعمل مصلحه اقل فريق ومصلحه اكبر فريق عشان في الاخر اطلع شكل كويس للدوري. هو ده اهم حاجه عندنا. انت قلت حاجه كويسه جدا عارف دلوقتي اللي هو افتعال الازمات او ان انا بختلق ازمه معينه من لا شيء. اختراق الازمات ده مهم جدا في اتحاد الكوره. طبعا احنا فوجئنا من فتره كده او هو ولسه حوالي يعني خبر طازه دلوقتي ان سموحه اللي هو هيلعب النهائي مع الزمالك في كاس مصر بيعلن انسحابه من كاس مصر او نهائي كاس مصر عندنا. طبعا قعدنا كده نبص عندنا خبر كبير جدا وهو انسحب ليه سموحه عندنا من الكاس والكلام ده كله. طلع ان اتحاد الكوره كان اصدر قبل كده بيان ليه ان المباراه عندنا لو كانت بين الاهلي والزمالك النهائي هيستعين بحكام اجانب عشان يديروا الماتش ده يعني بين الاهلي والزمالك. فدلوقتي عندنا الاهلي طلع بره وبقى موجود سموحه هو موجود الزمالك، فبالتالي سموحه طلب الراجل اللي هو عايز خلاص حكام اجانب زي ماتش الاهلي والزمالك، واتحاد الكوره وافق على الحوار ده خلاص واخد الشيك اللي هو المفروض يجيب بيه حكام اجانب. وفوجئ دلوقتي ان يوم الخميس بيقولوا خلاص يا جماعه احنا لغينا قرار ان احنا نستعين بناس اجانب من بره والماتش يبقى حكام مصريين. طبعا ده قرار صعب جدا والناس كلها طبعا سموحه ليه واشمعنى واشمعنى دخلنا برضه في حته الانتماءات. طبعا ده فعلا بيجسد تجسيد عمل يعني طبعا الاهلي والزمالك قطبين وكل واحد له ثقله وله المدافعين عنه ومشجعينه، لكن يمكن تعاملوا مع سموحه بمستوى اقل شويه. هو ده بقى مربط الفرس. هو ليه دلوقتي الاهلي والزمالك في حته وكل الفرق في حته ثانيه خالص؟ لان هم اغلبيه الجمهور يا حسام، اغلبيه الجمهور هتلاقيه بينقسم يعني احنا مثلا لو قلت ان جمهور مثلا وليكن 10 مليون فرد مثلا يعني اللي مهتم بالكوره، هتلاقي مثلا منهم الاغلبيه منقسم ما بين الاهلي والزمالك وفي شويه الاسماعيلي، وهتلاقي بقيه الفرق وان كان برضو شويه الاسماعيلي اللي هو على قد محافظه الاسماعيليه يعني. بعد كده هتلاقي بقى قليل جدا فرق مين فين المشجعين بتوع هل الدوري غدا لو موجود في 4 فرق بس
هيبقى كويس؟ لا طبعا مش كويس، لا طبعا مش كويس. طيب هو انت محتاج تغيير ثقافات شعوب. الاب لما يكون موجود وعنده مثلا كده اربع خمس اولاد، هل هو المفروض هو يوزع الحاجه او بيعدل بينهم ولا لا؟ لا بالتساوي لازم طبعا. صح طبعا هو... بالتساوي. لا, لا انت بتقول اشمعنى الاهلي والزمالك؟ لا الاهلي والزمالك لان هو فعلا فريقين الحقيقه ليهم جمهور كبير جدا، الاهلي والزمالك. بالظبط، هو اشمعنى الاهلي والزمالك؟ دي فعلا عملت بقى ازمه كبيره جدا، عملت ازمه كبيره قوي في القرار دوت طبعا بين كل الفرق كلها، ان الناس كلها بيبصوا لكل الفرق على نظره استحقار، ان انا مش الاهلي ومش الزمالك، فبالتالي اللعيبه كلها بتنفر من الفرق دي كلها وتروح تلعب في الاهلي والزمالك. دي اول حاجه. تاني حاجه كمان بقى ادى كمان شكل سائي جدا للحكام المصريين، الحكم المصري مش عنده ثقه ان هو يدير ماتش اهلي وزمالك. ازاي هنطلع حكم يحكم في المونديال؟ ازاي هنطلع حكم دولي في مصر عندنا هو اصلا مش قادر يحكم من فرقتين في نفس البلد؟ هل يجوز الكلام ده كله؟ طبعا كلام مش مظبوط بالمره، ما ينفعش خالص. عندنا اتحاد الكوره اخطاءه كتيره جدا، اتحاد الكوره عندنا مش عادل بالمره، مفيش اي خالص فرص تساوي، مفيش اي تكافؤ الفرص خالص بين كل الفرق الموجوده، عنده جزئيه معينه. الاهلي فوق الجميع، الزمالك هم الاثنين مع بعض هم دول بيمثلوا مصر، اما الفرق الثانيه كلها لا. المصري عندنا بيلعب في البطوله الافريقيه، الاهتمام بيه مش زي اهتمام بالاهلي في البطوله الافريقيه. ليه؟ عشان هو المصري، مع ان الاثنين بيمثلوا مصر، ولكن ده الاهلي وده المصري. ما انا بقول لك يا حسام، ده راجع لانه الجمهور، انت شوف عدد الجمهور قد ايه اللي هيكون بيشجع النادي الاهلي، وشوف عدد الجمهور بتاع النوادي. بس هو عدد الجمهور بيجي برضو اداء، يعني احنا اذا دعمنا فريق وظهر بمستوى كويس وخد بطولات، هتبتدي تلاقي يعني بعد شويه بيسحب رصيد من جمهور الاهلي ومن جمهور الزمالك، لا سيما طبعا كلنا عارفين انه معظم لعيبه الاهلي والزمالك من الفرق الثانيه دي او من الفرق الاقاليم او الكلام ده، يعني كتير جدا من لعيبه الاهلي احنا عارفين ان هي جايه من الاسماعيلي مثلا، الزمالك واخد برضو عدد كبير من فرق ثانيه. ففعلا حسام بتالي كلامه مظبوط، لازم هو في توازن. لا صح، هو طبعا في توازن، بس انا عايز اقول على حاجه، هو اللي قرر ان ماتش الاهلي والزمالك لو كانوا هما الاثنين اللي وصلوا للنهائي الكاس، هل ده كان بطلب من الانديه ولا كان اتحاد الكره هو اللي يعني حدد تحديدا فعلا؟ يعني هو للماتش النهائي للقمه ايا كان الفرقتين، ولا تحديدا لو الاهلي والزمالك هما اللي ماتش القمه؟ هو الاهلي والزمالك النهائي، لو الاهلي والزمالك يعني هو اتحاد الكره هو اللي حدد بالزبط. ولا ده طلب من الانديه مثلا، ليكن من رئيس نادي الاهلي او رئيس نادي الزمالك؟ لا هو اتحاد الكوره طلع كده، وطبعا بناء على رغبات الرؤساء الانديه طبعا. مش هيكون من نفسه الكلام ده، بس طبعا هو ان هو فكره الموافقه على حاجه معينه ويرفض لفرق تانية عندنا اهو. كمان غير انت بتقولي الاتحاد الكوره طبعا هو بيشجع او يعني هو بيدعم الفريق الاكثر جمهورا، لا طبعا هو ما لا لا انا ما اقصدش اتحاد الكوره، قصدي بقول لك انت بتقول ليه الاهلي والزمالك يعني واخدين الصيت ده او مميزين؟ لا لا انا مش بتكلم، لا ده نتيجه ان هم جمهورهم كتير بس. مظبوط، انا بتكلم ان هو اتحاد الكوره ملوش دعوه بالجمهور. لا لا المفروض اتحاد الكوره يكون عادل ما بين كل الفرق، بالظبط ملوش دعوه الناس دي كلها بتمثل مصر، وبالتالي الناس دي كلها فرقه موجوده ضمن مصر. عشان كده في الاخر احنا بنوصل لسلبيات ضخمه جدا، بنخلي الناس كلها تنفر من اي ماتش موجود في الدوري او اي ماتش موجود في الكاس، ويتفرجوا على الشامبيونز ليج، يتفرجوا مثلا على الدوري الاوروبي، يتفرجوا على الاسباني الايطالي، ايا كان عندنا الدوري عامل ازاي، بس المهم ان هو ما يكونش مصري. هو ده الحاجه السيئه جدا اللي بتشوفها. انا اعتقد ان لو كان اتحاد الكوره حدد من الاول انه ماتش النهائي هيكون التحكيم اجنبي ايا كان الفرق، يبقى هو من حق سموحه هنا انه يطلب فعلا بكده. لكن هل هو اتحاد الكوره فعلا هو اللي حدد، ولا دي الانديه هي اللي طلبت بكده؟ هو كمان غدا في حد ذاته ان احنا اتحاد الكوره يحدد ان يكون في طاقم تحكيم اجنبي موجود للماتش ده، يبقى كده هو بيعلن عن فشله. فشله في ايه عندنا؟ ازاي هو فريق احنا دلوقتي مصر عندنا وسط المونديال، عندنا طبعا اتحاد الكوره طبعا يتكافئ فيها، والاعلاميين كلهم يتكافئوا فيها، والمنتخب نفسه والشعب كله الحمد لله كلنا مبسوطين وكل حاجه. طيب انت كدوله طلع كاس العالم مش قادره توفري حكام على اعلى مستوى، طبعا ده فشل ذريع، فشل ذريع. هي دي الحق فيها طبعا طبعا, طبعًا. يعني ازاي عندي الحكام مش عندنا مش قادرين يخوضوا ماتش نهائي زي ده؟ طبعا ده حاجه غير مقبوله بالمره. ليه استعين انا واحنا لسه دول ناميه للدرجه دي في الكوره عشان استعين بناس من بره يحكموا الماتش ده؟ ايه يا جماعه، مفيش حد يعمل كده خالص في الحياه كلها. مع العلم ان انا اعتقد انه في حد من الحكام هيسافر طبعا في كاس العالم. في عندنا حكم هيكون مسافر اهو. ازاي انا عندي منافسه دوليه وعندي واحد حكم دولي طالع، وفي الاخر عندنا الكلام ده كله مش قادرين يحكموا ماتش عندنا نهائي كاس في مصر؟ تقال في تدخل قوي لهم سطوه برضو الانديه الكبيره الاهلي والزمالك في بيتدخلوا في القرارات، ويمكن بيفرضوا ساعات ارائهم بصوره. لا هم من حقهم يطالبوا ان هم لو عايزين تحكيم اجنبي، لان دايما بتحصل بينهم هي مشاكل. ما تبقاش مطالبه لكن قد ما هي يعني بيريحوا الضغط. بسط نفوذ يعني. احنا
لا بس انا شايفه ان موضوع الحكام فعلا محتاج يعني كلام اكتر، محتاج دراسه اكتر، مناقشه اكتر، انه فعلا فين الحكام المصريين. ده حقيقي فعلا كره القدم المصريه محتاجه. احنا خلاص يا جماعه صعدنا كاس عالم، وان شاء الله الجيل ده يفضل يستمر ونعمل نتائج كويسه، محتاجين فعلا اداء كويس، محتاجين ان المنظومه كلها من اولها لاخرها تنهض عشان كره القدم تبقى ترجع عندنا، الناس كلها تشوفها، الناس كلها تبص عليها، الناس كلها تمارس كره القدم، عشان طبعا ديت اولوياتنا عندنا اللي هو رياضه كل حاجه. عموما حسام كل سنه وانت طيب، كمان رمضان ان شاء الله الحلقه الجايه عايزين بقى نشوف فوائد الصيام والدنيا هتبقى عامله ازاي معانا في الرياضه في الصيام ان شاء الله. طبعا اكيد احنا عايزين طبعا نقول لمشاهدينا طبعا كل سنه وانتم طيبين جميعا، كل سنه وكل العالم العربي وكل العالم الاسلامي طيب. ان شاء الله نتقابل معاكم باذن الله الجمعه الجايه، هيكون ميعادنا ان شاء الله الساعه 10 طول شهر رمضان، ميعادنا ان شاء الله يوم الجمعه الساعه 10. يعني الاسبوع الجاي ان شاء الله هتبقى الحلقه بتاعتنا الساعه 10، نقول لكم اصبحوا على خير ونشوفكم على خير ان شاء الله الجمعه الجايه.